وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل يقول: أحد الإخوة ماتت له بنت، فكان الناس يقومون بالتعزية عن طريق الرسائل، وجاء واحد وقال ما يجوز التعزية بالبنت الشباب، فحدث جدال ومهاترات، واستند بذلك إلى مذهب الإمام الشافعي، فما هو الحكم في ذلك؟ نقول أيها الكرام الفضلاء، بالنسبة لهذا الأخ عفى الله عنا وعنه، قد استعجل وأفتى بغير علم في هذه المسألة، وتبع قولا ضعيفا وموضوعا في هذا الباب. وينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في القول بالحلال والحرام، لأن الله تبارك وتعالى قد نهى عن ذلك في كتابه، موضحا للمسلم ما ينبغي عليه تجاه الشريعة. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حدث عني حديثا، والحديث في مسلم، ويعلم أنه كذب أحد الكذابين، وفي رواية أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليلج النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار والآيات الكثيرة في هذا الباب. والله تبارك وتعالى قد أمرنا، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما يجب تحريره أولا في هذا الذي حدث. فينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن المراء وعن الجدال عند أهل السنن. قال صلى الله عليه وسلم: أنا ضامن، أو قال: أنا سيد بيت بربض الجنة، يعني أولها، لمن ترك المراء، وقال الجدال وإن كان محقا، وبوسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبأعلى الجنة لمن حسن خلقه. فينبغي أن نترك الجدال وأن نترك المراء، وأن نرجع لأهل العلم في المسألة. أما بالنسبة في التعزية بالمرأة المتوفاة، فهذه تستحب كالرجل سواء بسواء، وهذا قول الجمهور من الحنفية، كما في فتح القدير ومراقي الفلاح، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، وحاشية ابن عابدين، كل دي من كتب الحنفية. وبه قال الشافعية أيضا، كما في الأم، وفي منهاج الطالبين للنووي، وفي المجمع شرح المهذب للنووي، ومغنى المحتاج للشربيني، وغيرها من كتب الشافعية. إذن فهذا الكلام اللي قاله عن الشافعي ليس صوابا وليس صحيحا. وأيضا عند الحنابلة، كما في المغنى لابن قدامة، والإقناع للحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار، وكشاف القناع للبهوتي، وغيرها من كتب الحنابلة. بل نص بعض المالكية على مشروعية التعزية بالنساء، كما قال العلامة زروق الفاسي المغربي ثم الطرابلسي، المتوفى سنة 899 هجرية، في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: والتعزية بالميت المسلم سنة، ويعزى في الصغير والكبير والذكر والأنثى. وأيضا قال به العلامة النفراوي المالك المصري في الفواكه الدواني، المتوفى سنة 1126. ومن أهل العلم من جعله في المالكية يتكلم يعني في الزوجة خاصة، كما قاله الحطاب في موهب الجليل، الحطاب المالك المغربي ثم الطرابلسي، المتوفى سنة 954، نقلا عن ابن الحاجب المالك الفاسي ثم القاهري، المتوفى سنة 737 هجرية. وأيضا يقوله الإمام الرملي الملقب بالشافعي الصغير، المتوفى سنة 1004 هجرية. إذن هذا موجود متكاثر الاستحباب بالتعزية. هناك من الذين رفضوا ذلك وقصروه على التعزية بالأم مثلا دون غيرها، كما قال بعض المالكية، ونسبوه لعمر بن عبد العزيز: مات أحد من أهل بيتي، فلما من النساء يعني، فلما انتهى من الدفن قال: إنا لا نعزي في النساء. وهذا موجود في التاج والإكليل وفي مواهب الجليل للحطاب. القول الثاني الحنوذي أنه ضعيف وغير صحيح، ونسب كذلك للخليفة عبد الملك بن مروان، قال مهلا: فإنا لا نعزي في النساء بعدما انتهى من دفن إحدى أهل بيته.
ونسب أيضا لليام مالك كما في الذخيرة القرافي وفي التاج والإكليل. ومنهم من يجعله قولا عن الحسن البصري كما في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي بالتاج المثنى. ومنهم من قال هذا ليس من قول الحسن البصري إنما هو من أقوال الإمام مالك كما في الفروع للحنابلة. والقول أيها المباركون بالتعزية هو الصواب وهو الصحيح إن شاء الله، وبه قالت اللجنة الدائمة، وقال به ابن حجر في فتح الباري والشوكاني رحمة الله على الجميع. الذين قالوا بالمنع في ذلك لم يجدوا دليلا إلا بحديث موضوع وهو دفن البنات من المكرمات، وهذا حديث باطل موضوع رواه الطبراني في معجمه وفي القضاعي في مسند الشهاب شهاب القضاعي ورواه البزار وأخرجه ابن عدي في الكامل، وهو موضوع كما قال به ابن الجوزي في كتابه الموضوعات وقره الذهبي، وقال به السيوطي في اللآلئ، وذكره العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثره السيع الأمة برقم 186. هذا كل ما يتكئ عليه المانعين في ذلك، ولكن الجمهور على جواز ذلك وأدلتهم في ذلك قوية سديدة موفقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قالت له زينب أن ماتت لها ابنة، جاء في الرواية مصرح أنها ابنة في بعض طرق الحديث، فرفعها وإليه عليه الصلاة والسلام وبكى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان مع عبد الرحمن بن عوف وجل من الصحابة، فقال تبقى لأنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن العين لا تدمع القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وأيضا لما ماتت أميمة بنت زينب أو قال أو أمامة بنت زينب أيضا رضي الله عن الصحابة أجمعين، فالحديث في ذلك قوي، والله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، فلم يفرق بالذكر مثل حظ الأنثيين، وقال إذا أصيب المسلم بمصيبة ما أصاب مصيبة، فهنا جاءت نكر لكي تعم كما في الذكر أو في الأنثى. وابن القيم رحمه الله يقول وأما الذين يهنئون بالذكر دون الأنثى فإن في ذلك ما فيه من لوثات الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فيقول ابن القيم رحمه الله ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالابن ولا يهنئ بالبنت، بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة ليتخلص من سنة الجاهلية، فإن كثيرا منهم كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتها. يعني انظر الجاهلية كيف وصلت فينا، الله يعافينا وإياكم. وذكر هذا الكلام الماتح في تحفة المودود بأحكام المولود، هذه كلها لوثات جاهلية. ولذلك تلقى بعض الناس لما يجي له ولد ذكر يرسل لكل الناس في الفيسبوك في تويتر ويغرد به وفي الواتساب إلى غير ذلك، أما إذا جات لبنت ما يكلم فيها أحد. كل هذه من لوثات الجاهلية. ولذلك جاءت الأحاديث بالعطف عليهن والإحسان إليهن والشفقة بهن والرحمة بهن والفضل العظيم والثواب الجزيل لمن فعل ذلك محتسبا، حتى قال عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كان عند مسلم في كتابه الصحيح باب فضل الإحسان إلى البنات من كتاب البر والصلة والآداب، في كتاب البر والصلة باب الإحسان إلى البنات، قال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن رزق بأربعة من البنات فأحسن أدبهن وتربيتهن كن له سترا وحجابا من النار، من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه كما في الصحيحين. لذلك يا إخوان اتركوا لوثات الجاهلية وعليكم باتباع سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعدم الكلام بلا علم. نسأل الله لو لكم الستر والسلامة والعافية، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحريره يوم السبت ليلة الأحد 17 خلول من شهر رجب الفرض الأصم الحرام لعام 40 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.